اوكي الحين عندنا الايبود هو اخر فانكشن راح نشوفه بالفانكشنز اللي موجودين او الابلكيشنز اللي موجودين الاساسيين بالتليفون. راح ندخل على الايبود راح نشوف ان في عندنا كذا بلاي ليست، في عندنا الايكونز اللي موجودين تحت هني، في عندنا البلاي ليست والارتست والالبومز والسونجز، في عندنا اذا طقينا مور راح تطلع لنا اوبشنز زياده، في عندنا مثلا الفيديوز اذا كان في عندنا فيديوز، في عندنا البودكاست، الجينريز، الكومبوزرز، في عندنا الكومبليشنز الاغاني اللي من ايتونز لكن ما عندنا الايتونز، الاوديو بوكس. طبعا ندخل على البلاي ليست نقدر ندش على اي بلاي ليست من اللي موجود عندنا، نختار اي سونج او اي ملف نبي نسمعه ونطق عليه ونسمعه. في عندنا مثلا الارتست نقدر نختار الاغنيه اللي نبي نسمعها عن طريق الارتست اللي موجود. في عندنا الالبوم نقدر نختار عن طريق الالبوم. في عندنا السونجز اذا كنا نبي نعرف السونج. في طريقه مو اسهل لكن فيجوالي احلى، اذا قلبنا التليفون بهالطريقه راح يتحول ويصير عندنا الجهاز على الكفر فلو، ونقدر ان نختار مثلا الالبوم اللي نبي نسمعه، نختار الاغنيه اللي موجوده فيه نطق عليها وراح تشتغل. في عندنا تو اوبشنز موجودين هنا، في عندنا الانفورميشن راح يعرض لنا الالبوم معلومات عنه، اذا طقينا بلاي راح يشغل لنا الالبوم، ممكن انه لما ارده مره ثانيه راح يرد لنا على البلاي ليست اذا ما شغلت شيء. ممكن ان انا اختار على البلاي ناو، ممكن على سبيل المثال اختار هذه الاغنيه. في هذه الشاشه اول ما اختار الاغنيه راح يدخل عليها، اذا ضغطت على الشاشه راح يطلع لي اوبشن زياده، راح يطلع لي رقم الاغنيه من عدد الاغاني اللي موجوده بالالبوم، في عندنا التايم هني وش كثر باقي عليها وتخلص، في عندنا الايكون هذا اللي هني اذا طقينا عليه راح يسوي لوب يرد يكمل، اذا خلصت الاغنيه يكمل اللي وراها وراح يكمل يشغل الالبوم، اذا طقينا عليها مره ثانيه راح يطلع لنا الرقم واحد مثل ما انتم شايفين، الرقم واحد هذا راح يعيد لنا الاغنيه بس ما راح يعيد الالبوم كله. في عندنا الجينيوس، الجينيوس طبعا مو شغاله لانه لازم تكون منزل الاغاني من الايتونز عشان يشتغل جينيوس. في عندنا الشفل مثل ما انتم شايفين تقدر انك تحط كلمات الاغنيه عن طريق الايتونز، نضغط مره ثانيه راح يرد لنا بس على الالبوم. وبكذي نكون غطينا جميع الاشياء اللي موجوده بالايفون. شلون اذا كنت تبي تشتري الايفون وطريقه تعاملك معه، في غطينا بعد الابلكيشنز الاساسيه اللي تكون موجوده بالتليفون. ان شاء الله بالفيديوهات الجايه راح نتعلم شلون نقدر ان نتعامل مع الجهاز بشكل اكثر، شلون راح نسوي جيل بريك حق التليفون، طريقه الجيل بريك وليش راح نسوي الجيل بريك، شو الفائده من الجيل بريك حق التليفون، والشيء الاهم واللي على اساس ان احنا قاعد نسوي هذا كله هو تعاملنا احنا كعرب مع التليفون. والشيء الاهم بالنسبه لنا هو التعريب، هل الايفون يقبل التعريب، هل انه ممكن اقدر اسوي الابلكيشنز هذيل اقدر ان انا اعربهم اعرب التليفون ولا مجرد انه بس بالاس ام اس. كل هذا راح نشوفه ان شاء الله بالفيديوهات الجايه، شلون راح نركب التعريب، شلون راح نتعامل مع التعريب. طبعا في انواع وايد من التعريب لكن التعريب اللي راح نستخدمه هو تعريب الايفون اسلام الرسمي اللي نزلوه. انا بس حاب اني اشكر الاخوان في ايفون اسلام على دعمهم، فان شاء الله راح اوريكم الطريقه شلون راح نحط التعريب، بس قبل شلون راح نسوي الجيل بريك حق الايفون، بعد طريقه الجيل بريك شلون راح نحط التعريب ونحط البرامج الأساسية اللي تقريبا كلنا راح نحتاجها حق الآيفون، وبعد البرامج الأساسية راح نشوف شلون نقدر ننزل برامج، شلون راح نقدر نتعامل مع الآيتونز بالآيفون عن طريق الكمبيوتر والآيفون.
كل هذا ان شاء الله بفيديوهات الجايه. تابعونا ويعطيكم العافيه.